الروح القدس الاله الواحد امين. النهارده عايزين نتكلم في موضوع عنوانه شفاعة العذراء وبيت الاله. طبعا هذا الموضوع من اساسيات عقيدة كنيستنا القبطية الارثوذكسية. والحقيقة ان احنا مش بندافع عنه كعقيدة فقط ولكن كاختبار لكل الاجيال من فجر المسيحية الاول لغاية يومنا هذا. شيء ما بقاش مجرد عقيدة ولكن اصبح خبرة بتطوراتها الاجيال واختبارات روحية بتطورتها الكنيسة وبتطورتها الاسر وبتطورتها الاسباب. فما من مسيحي كتل فتنة الا واختبر معونة العذراء. ومفيش اسرة ملهاش كتب وذكريات جميلة لتدخل العذراء في المشاكل بتاعتها. ومفيش كنيسة ما اختبرتش شفاعة العذراء. من هنا اصبح دفاعنا عن قضية شفاعة العذراء دفاع مؤكد ومؤكد بالاختبار لهوات موضوع جدل عقلاني او مباراة كلامية او مباراة بالايات. ده اختبار الكنيسة اختبرت اجيال طويلة وسنين عديدة. تعالوا نبتدي من الكتاب المقدس. اول معجزة عملها ربنا يسوع المسيح كانت بشفاعة العذراء والدته. كان عرس في قانا الجليل ودعي يسوع وامه وتلاميذه الى العرس. الام العذراء ذهبت اولا حتى بالعادات اليهودية حتى تشارك اهل العروس والعريس في الاعداد للفرح. ودعي ايضا يسوع وتلاميذه الى العرس. يبدو ان هذا العرس كان اصحابه على قمة قرابة بعيدة بالعذراء ولدة الاله. وبعدين هناك في إرعب كان في عادة عندهم يقدموا كأس خمر لكل داخل الى العرس. لان محصول الخمر زي ما انتم عارفين كبير خالص في ارض الموعد قد يعطروه وبيحتفظوا بيه كيعني ترباط تتقدم للناس. واذا اتركن كتير يحصل في نسبة تخمر شوية. لكن كل ما يكون جديد كل ما يكون اجمل والد. ومن كثرة الزائرين لهذا العرس والناس اللي ارتادوا هذا المكان وجايين يجاملوا العريس والعريس الخمر اللي عندهم فرغت. فالعذراء كاسة الحيرة اللي ارتكبت على وجه اهل العريس واهل العريس وحبت تطلعهم من هذا المأزق. فراحت للمسيح كده بيني وبينها وقالت له يا بني ليس لهم خمر. الخمر اللي عندهم فرغت والناس هيكتفوا بعيد. يعني عايزين نكتر عليهم ونبقى قدمنا لهم خدمة الفرح بتاعهم. فالرب قال لها مالي ولك يا امرأة لم تأتي ساعتي بعد. أولدت واتجدت المعجزات. لكن العذراء من ثقتها المطلقة في ان ابنها يسوع لم يرفض لها طلب ما نقصتش معاه اذا كان هيعمل ولا ما يعملش معجزة. هي عارفة انه هيعلم.
عشان كده تلاقيها ما دخلت معاه في حوار او توكل كبير. هي عرضت عليه الامر وهي واثقه ان هو مش هيرفض هذا الطلب. وبعد ما عرضت عليه الامر راحت للكبارين وقالت لهم مهما قال لكم تفعلون. وده يرينا الدالة العظيمة جدا التي بين العذراء وابنها يسوع رب السماء والارض. والثقة الضخمة التي لها في ان ابنها لا يمكن يرفض لها طلب. طيب لو كانت العذراء متثقة في هذا الامر كانت حاورت المسيح كتير وقالت له ارجوك او اتوكل اليك او لا تكتفيه. ما نلاقيش الكلام ده ابدا. نلاقي العذراء قدرت الطلب المسيح ولم تناقش معه ان كان هيقبل ولا ما يقبلش انه يعمل معجزه. وبالثقه كامله ذهبت الى القدام وقالت لهم مهما قال لكم تفعلوا. ام واثقه من محبتها لابنها ومحبه ابنها ليها وعارفه انه لا يمكن يرسل لها طلب. وفعلا القدام راحوا للمسيح قالوا له عاوز ايه يا معلم؟ قال لهم ان لقوا الاجران لا فملقوها الى فوق. كان في سته اجران موجوده موضوعه بتطلب ميه حسب عادات اليهود للتطهير كل داخل يغسل ايديه. فملأوا الاجرار الى فوق ونظر يسوع الى المياه والمياه ادركت ماذا يريد منها يسوع. عرفت المياه ان يسوع عايزها تتحول الى خمر. ف احلوت واحمرت وخدت نكهة معينة وطارت خمر من غير ما المسيح يتكلم او يملك المياه او يرفع صلاة صاحب كل شيء. مجرد انه بس نظر الى المياه فتحولت الى خمر. وعلى رأي احد المتأملين لما بيقول لما المية لقت المسيح بيبص عليها ودي عيون الاله الخالق وبيضحكها المية اكتشفت. وبعدين لما اكتشفت الساعة احمر وطارت خمر. المسيح قال للخدام اتقوا الآن. فالخدام قالوا الله نتقي نحن حاطين مية ليه بقوا كده لقوها خمر جديدة. فطلعوا جري وقالوا لرئيس المستشفى ضيق الخمرة دي كده. فلما جاء الله بخمر جميلة جدا وجديدة ونادى العريس وقال له كل انسان يضع الخمر الجيدة اولا ومتى تكون تحول اذن الدين. هل انت فقد ابقيت هذه الى الان؟ يعني انت رقدت الخمر الجيدة في الاول وبعدين الناس لما تسكر تسكر الخمر الرديئة. لكن انت عملت العكس خليت الخمر الجيدة في الاخر. وما كانت رئيس المتكئ يعلم من اين اتت هذه الخمر. لكن الخدام الذين اتقوا الله علموا. هذه بداية الايات طلعها يسوع امام تلاميذه فآمن به تلاميذه. دي بداية الايات. دي بداية المعجزات في عرس قانا الجليل. وبداية المعجزات كانت بشفاعة العذراء والدة الإله. من يستطيع أن ينكر هذه الشفاعة القوية؟ العذراء في الكتاب المقدس قليلة الكلام جدا لكن تأثيرها ضخم جدا. تأثيرها ضخم. والناس اللي بيحاولوا انهم يسلبوا من العذراء حقوقها كأم للمسيح ولها دالة دول ناس يعني
لا يفهموش في العلاقات لا الإنسانية ولا العلاقات الإلهية حتى، لأن علاقة العذراء بالمسيح علاقة إنسانية من ناحية وعلاقة إلهية من ناحية ثانية. فالعذراء تعاملت مع المسيح كابن ليها وكإله في نفس الوقت. كإله كانت العذراء تشعر أنها عبدة مطيعة خاضعة، وجاءنا أنا أمة الرب، وكانت تقدم للمسيح كل تبجيل واحترام أثناء تربيتها له. وكأم كان لها دلة عجيبة عليه، لأنها هي اللي كبر بين إيديها ورجع من ثدييها وحملت تحتها 9 شهور، وكانت تعانقه وتقبله وكانت تطعمه وتعلمه الخطوات الأولى حينما بدأ يربي ويكبر. فالدالة دي بين الابن والام محدش ابدا يقدر ينكرها. ده انت كانسان عادي بيبقى في دالة عجيبة بينك وبين والدتك، وطول حياتك تبقى عايز تعمل شيء يفرح قلب امك ويجذب اعماقها، ومهما تقدم تحس انك انت مديون. بل تأتي اوقات علينا نتمنى لو الام تطلب مننا طلب، ولما امهاتنا بيكبروا ويسيحوا بنبكي بدموع قدام ربنا عشان الله يطول ايامهم شويه لكي نكرمهم اكتر، وبنبقى نتمنى الام تسال مننا سؤال او تطلب مننا طلب على كل نرد هذا الطلب. واضحنا ناس يعني عاديين مليانين بالخطايا والاثام والشروط، لكن العلاقه مع الام اقدس علاقه انسانيه في الوجود كله. فاذا كان الانسان العادي بيحترم امه وبيذلها ويتمنى انه امه تطلب منه اي طلب لاظهار المحبه، فما بالك بيسوع الاله المتالق الذي كان كاملا في كل شيء، كاملا في انسانيته وكاملا في لاهوته، كاملا في محبته وفي معرفته وفي حكمته. هل تتخيل ان المسيح يرفض طلب لامه؟ اذا كان المسيح ما بيرفضش طلب لاحد احبائه وبيقول اسألوا طاقه واطلبوا تجدوا اقرأوا يفتح لكم، فكان بالاولى تكون هذه الام حينما تقرع ابواب مراحمه وتطلب بالدالة العجيبة التي لها عنده. عشان كده احنا بنقول ليس لنا دالة ولا حجة ولا معذرة من اجل كثرة خطايانا، يعني احنا ملناش دالة بسبب كثرة خطايانا، لكننا بك نتوسل الى الذي يريد منك. الدالة الشديدة القوية اللي موجودة بين الله والانسان موجودة اولا وقبل كل شيء بين الله وامه. امه اللي تنبع عنها الانبياء وذكروها الاباء ورمز اليها برموز كثيرة، رمز اليها بالمزمرة الذهبية وتابوت العهد وبخيمة الاستماع وبعصا هارون التي اطرقت وبالعليقة. امه دي موضوع كبير، لا هياش حاجة سهلة، يعني لا هياش قديسة عادية، دي ام جميع القديسين ولها دالة عجيبة على المسيح، ولها ثقة ضخمة جدا في ان من يرفض لها طلب. ده المسيح وهو في اشد لحظات الامه حينما كان غير قادر على الكلام وكان بيتكلم بعذاب شديد، لم ينته امه ونظر من فوق الصليب بينما كانت انفاسه متقطعه وصوته متهدد والدموع تملأ وجهه
وقلبه يجوب من الألم في أحسائه ومليء بالجراح وملتهب في كل جسد من شدة الوخزات بتاعة التنوير والجلادات والأسواك، كل ده ما خلاهوش ينسى أمه. نظر إليها وقال لها: يا امرأة، هو ذا ابنك؟ وقال ليوحنا: هو ذا أمك. عاوز الله يعني انسيه شوية علشان انا مستفز، انا مش قادر اشوفك بتتألمي، فاعتبري ان يوحنا ذا ابنك وابنك امه، وابعدي شوية عن الطبيب. ليه؟ لان هو كيف تتألم ومش قادر يشفت آلامها، لكن يشعر بآلامها وقت شدة آلامه. كان واخد باله قوي من أحاسيس أمه. فهل هذه الأم رخيصة على المسيح حتى يرفض لها طلب أو يرفض لها شفاعة؟ في حاجات كده لما تيجي تتناقش فيها مش عايزة لا جدل ولا منطق، حاجة كده بالعقل يفهمها الإنسان البسيط، الإنسان الكاذب، الإنسان حتى الغير متعلم اللي لا عنده لا منطق ولا فلسفة ولا دارس كتاب ولا حاجة، بالعقل كده مش عايزة برهان. ده احنا شفنا في التاريخ بتاع اليهود لما بتتبع ام سليمان جات تقابل ابنها سليمان الحكيم، قام وقعدها على الكرسي بتاعه، استقبل امه استقبال عظيم. فاذا كان سليمان الحكيم بيجلس امه على كرسي عظيم، ولما جات تكلمه وقف واحترمها واستمع كلامها، هل المسيح اقل من سليمان؟ لا، هو ذا اعظم من سليمان. ها هنا والمسيح الوسط الانسان وقال: اكرم اباك وامك لكي تطول ايام حياتك على الارض. تفتكروا المسيح ما يكرمش امه؟ قد جاء الى العالم لينجب الاب، وفي نهاية حياته على الأرض صلى وقال للآب: العمل الذي أعطيتني لأعمل قد أتممته، أنا مجدتك على الأرض، أنا مجدتك على الأرض. كان معقول المسيح يكتب الوصية اللي هو وضعها في الشريعة: أكرم أباك وأمك؟ كان للمسيح أمة أرضية، لم يكن له أبا أرضي، إنما أبوه هو الآب السماوي. قد اكرم الاب الى ابعد حد، وقال لليهود: انا اكرم ابي وانتم تدينونني. فما هي الطريقه التي يكرم بها المسيح امه؟ الطريقه انه يديلها مجد عظيم في السماء، وانه لا يرفض لها طلب، شيء بالعقل كده. الانجيل بيقول عن العذراء كلمات قليلة ولكنها عظيمة جدا، لو جمعناها من العهد القديم والعهد الجديد يبان مجد هذه الشخصية الضخمة. تلاقيها في سفر الرؤيا ضخمة، ضخامة روحية رهيبة، امرأة متسربلة بالشم والقمر تحت رجليها، وعلى رأسها 12 كوكب. تخيلوا معايا لما تبقى متسربلة بالشمس يبقى حجمها ايه، والقمر تحت رجليها يبقى حجمها ايه، واثنينها من اطلاس الكوكب يبقى حجمها ايه. وهي متمخضة تصرخ متمخضة ومتوجعة للكلب، فتتلد ابنا ذكرا عتيدا ان يرعى جميع الامم بعصا من حديد. دي العذراء والدة الاله التي ولدت الابن الكلمة،
اللي قال عنه المزمور: ثمني فأعطيكم إلى ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض. أنت ابني أنا اليوم ولدتك، ثمني فأعطيكم إلى ميراثك وسلطانك إلى أقطار الأرض لترعاهم بالقبيل من حبيب مثل آلة الفخار تسحقهم. من الإنجيل لو أنت دارس كويس تعرف مقدار نجد وكرامة العذراء. ومن التاريخ لو انت برضك درست التاريخ هتعرف عظمة مقدار العذراء وتتعقل عظيمة. في ايام الرسل كانت العذراء تقف وكل التلاميذ يقف وراها وهم يصلوا وهي تختم على الصلاة بالبركة. دي كانت العذراء بتختم بصلواتها على كل الصلوات. حتى الهديد يقول كانوا يواظبون على الصلاة مع الرسل ومريم ام يسوع. يعني العذراء كانت هي الرئيسة في الصلاة بسبب تفاعلها. كلنا عارفين طبعا ان جسد العذراء لم يرى فسادا في الارض، ولكن الملائكة اصعدت الى السماء في اليوم الثالث وصلت بكده توما الرسول لانها القت له الزنار اللي كان بطرس الرسول مس بيه وسطها. وفي مؤمر جميل قوي عن يوحنا الحبيب والعذراء بيحكي فيه كلمه قالها بطرس الرسول للعذراء وهي على فراش الموت. بيقولوا لما العذراء جت ليا طلبت هي من ابنها وقالت له: يا ابني انا عايزه اعرف يوم يحيى. فقال لها: يا امي حينما يظهر لك الملاك ممسك بغصن اخضر اعرفي ان بعد 3 ايام تكون يحيى. فلما ظهر لها الملاك عرفت، فاستدعت كل الرسل والتلاميذ اللي عايشين والتفت حواليها وكانت نايمة على السرير والتلاميذ حواليها كل واحد ليه طلب بقى بيطلبوا منها. فمن الحاجات الطريفة اللي مكتوبة في هذا المؤمر ان بطرس الرسول قال لها: يا امي انا ليا طلب عندك. قالت له: ايه يا بطرس؟ قال لها: لما تروح الطلب عند يسوع قول ليسوع بطرس بيحبك. قالت له: طب لو يسوع عارف انك انت بتحبه؟ قال لها: بس لما انت تقولي له يبقى لها طعم تاني. ارجوكي قولي له ان بطرس بيحبك. لسه بطرس كان متاثر من انكاره ولسه بطرس متاثر من سؤال المسيح لما قال له: يا سمعان بيقول اتحبني؟ وعايز يخلي العذراء حينما تصل الى ابنها تقول له ان بطرس يحبك ويقول لها: لما انت تقوليها له يبقى لها طعم تاني. طبعا كلكم تعرفوا شفاعه العذراء من اجل مكياس الرسول. التلاميذ لما كان يقع اي مشكله كانوا يلتجئوا الى العذراء. فمكياس الرسول راح في بلد يعلم فيها قبض عليه وأودع في السجن. طلعت العذراء ان مكياس مش قادر يطلع، طلبت من ابنها الحبيب انه يرشدها للمدينه وراحت بتسال على السجن بتاع البلد. الناس طورينها عليه، وقفت قدام السجن لقت السجن ده كله حديد، ابواب مغلقه بلا طريق حديد ومزاليز حديد وسلاسل حديد، وهي مش معاها حاجه وعايزه تدخل تجيب مكياج. فرفعت قلبها للمسيح قالت له: يا ابني الحديد انا عايزك تستحمل الابواب دي، طيحلي الحديد بتاع السجن ده عشان اعرف ادخل اجيب مكياج. فلما طلت الصلوه البسيطه دي
مفتاح كل الحديد اللي في البلد يدي الحديد بتاع التجلبات. ومعروفة القصة دي في التاريخ بعنوان قناة العذراء حالة الحديد. الحديد كله متاح وببساطة جدا دخلت وجابت مكياس وطلعت. طبعا حصل في البلد هرج ومرض. ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل؟ العساكر اللي واقفين قدام الملك بس لقوا السيوف بتاعتهم بتطيح والسروج بتاعتهم بتطيح والخوذ بتاعتهم بتطيح. الله، واي حاجه فيها حديد بتطيح. البلد انفجرت كلها. الملك سال ايه التفاهه في ايه؟ وصل الخبر قالوا له في واحده شكلها جميل على محياها صورة الملوكية زي الملكة كده بسيطة بس زي الملكة. وقفت قدام السجن وقالت يا ابن الحبيب سيحني باب الحديد ده. فتح الحديد كله قال لهم طرافيها. بعت عساكر يجيبوها ووقتهم قال لهم طبعا تجيبوها باحترام وادب لحسن تسوي حضنكم ده بيستبدل طيح الحديد يعني لو كنت طيح ابنكم فهاتوها باحترام. جري وراها وهي لسه مكياسه بتقول في ايدها ماشيه ممكن حضرتك تيجي الملك عاوز يعني صلي على حضرتك شويه. رجعت الملك سالها ايه الحكايه؟ قالت له انا ابني هو الاله الذي تجسد واتى الى العالم ليخلص العالم. ومكياس الرسول ده جاي يفرج عندكم انتوا ما صدقتوش وحطيتوه في السجن. فانا جيت طلبت من ابني يطيح الحديد فطيح الحديد كله. فقال لك المدينه كلها والملك وقدم تسجيل عظيم للعذراء. اذا العذراء كانت لها شفاعة عظيمه ايام المسيح وبعد صعود المسيح. طب معروف ان الانسان لما يقترب من الله اكثر تبقى شفاعته اقوى. العذراء بعد الله خلعت الجسد بتاع الضعف البشري ولو ان جسدها ده كان جسد مميز امتلأ بالروح القدس وتقدس الى ابعد ما تكون القداسه وتطهر وتكرس الى اعلى درجة في التطهير والتكريس. ولكنها لما خلعت هذا الجسد الانساني وصارت قريبا من عرش الالهي لو يبقى لها شفاعة قوية على يوم العذراء دايما بترد بالمحبة. فمرة العذراء ظهرت لزوجة احد الكهنة في البرتغال وقالت لها عبارة مؤثرة جدا. قالت لها قولي للبروتستانت الذين في الشمال البارد اني احبهم وساظل احبهم حتى لو انكروا كرامتي لاني انا ام. كان في بروتستانت في الشمال بيتهكموا على العذراء. فالعذراء بتقول لمرات الكاهن ده قوليلهم انا هفضل احبهم حتى لو هم انكروا كرامتي اصل انا ام ليهم كلهم. الانسان اللي بيرفض الايمان بشفاعة العذراء بيحرم نفسه من البركة دي. بركة عظيمة جدا. ده احنا بنقول لها انت هي سور خلاصنا يا نجة الاله. يعني انت الحماية بتاعتنا. احنا بنقول لها يا قوية في الخروج. دي قوية جدا. اللي يدرس التاريخ بعد ما صعد المسيح وبعد ما الرسل استشهدوا بعد العصر الرسولي يلاقي التاريخ كله مليان بقصص في لقاء العلف تتكلم عن عظمة العذراء وشفاعتها. وهنروح بعيد ليه؟ نحن هنا عندنا قصة نقل جبل المقطم
وانقاذ التنوكة من ورطة شديدة لما وقف ابونا البطريرك ابراهام ابن زرعة يصلي 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 قدام العذراء يصلي هو صايم ويقول لها نجيلة يقطع من اجلنا. وبعدين طرقت ليه الصورة وقالت لي مالك؟ قال لها ليس عارفة الوالي قال لنا لو ما لقيتش جبل المقطم هقطع راسكم كلكم بالسيف. يبقى الايمان بتاعكم ايمان باطل. قالت له طيب ما تفتح الباب هتلاقي راجل خراج بعين واحده شايل قربه ميه خذه. هو ده اللي ايمانه بسيط زي حبه الخردل هيقف وهيصلي والجبل هيتقل. قالت العذراء هي الملجأ دائما للبطاركة والأساقفة والسهلة على مدى التاريخ لأن شفاعتها قوية ومقبولة. وفعلا تم نقل جبل المقطم وأطرقت الشمس على مدينة القاهرة من تحت جبل المقطم. وطرق الوالي أمان يا بابا أمان. كتب كتير لا تقع تحت حق. العذراء لعبت في التاريخ دورا خطيرا جدا. بطريرك الكرام اللي كان راجل فلاح والله اختاره علشان يبقى بطريرك لما اخذ على ايد العنب اللي طلع مش في اوانه وراح يوديه للبطريرك المريض وربنا كان اظهر رؤيه من بابا البطريرك وقال له اللي يجي لك جايب عن ايد علم مش في اوانه يبقى هو ده البطرك اللي بعدك. اما دخل يديله اللي عن ايد العلم مسك فيه ونده الاساقفه وقال له هو ده البطرك اللي ورايا. بدا يبكي ولما رسموه فضل يصلي يتسع بالعذراء يقول لها ترجي انه تاريخ مش في تاريخ. العذراء فيه عملت شفاعات عظيمة وانقذت ناس كتير وانقذت كنائس كتيرة. في كنيسة ضخمة جدا على اسم العذراء في مدينة اتريب ما زال بتوع الاثار بيبحثوا ويكتبوا عنها. يقال ان هذه الكنيسة ضخمة جدا حتى انه كرة الشرنطة اللي فيها 5000 شرنطة. الكنيسة دي مدفونة وبيدوروا عليها يقال انها قرب بنها. وللكنيسة دي قصة في التاريخ انه واحد من الولاة كان بيقوم بهدم كل الكنائس ولما جه جنب الكنيسة دي الاب الكاهن استمهله وقال له ارجوك اديني فرصة وانا اجيب لك امر مكتوب من الرئاسة بتاعتك علشان يوقف هدم هذه الكنيسة. فالراجل الوالي ضحك لان الرئاسة في الوقت دي كانت في العراق وبين العراق وبين مصر مسافة طويلة هيجيب ازاي. ولكن طلب الراجل ده الكاهن وطلب بشدة من العذراء انها تتطرق. ففضلت العذراء تظهر للرئيس الكبير اللي في العراق تستحيل من النوم وتقول له قوم اكتب فرمان بعدم هدم الكنيسه بتاعتي 3 ايام تستحيل. وفي اليوم الثالث صحته بالفعل وقالت له انت مش بتحلم
وراح كتب الفرمان وفي حمامة خطفت الفرمان ده التطريح ده يعني ورمته للكاهل والكاهل أخده وداه في الصباح للقائد اللي بينجم الكلايك. وتعجب القائد وجرب يوسف ورجع تاني لبلاده. قصص كتير جدا جدا لا تقع تحت حد، اختبارات شخصية واختبارات اسرية واختبارات كنسية. والانسان اللي بيقول ان العذراء ملهاش شفاعة بيحرم نفسه من هذه البركة. العذراء والدة الاله قريبة مننا جدا لانها هي نفسها عاشت حياة ارضية مشابهة لنا، فيما عدا انها كانت على مستوى عالي جدا جدا من القداسة والطهر والنقاء من زينا. لكن يعني هي تعرف معاناة البشر لانها انسانة عادية مخلوقة وعارفة يعني ايه الافتقار ويعني ايه الاحتياج ويعني ايه الظلم ويعني ايه الام الام ويعني ايه لما ام تشوف ابنها بيتألم. كتير قوي من الامهات لما بيشوفوا اولادهم بيتألموا يتشفعوا بالعذراء ويقولولها انت عارفة يا عذراء الم الابن بيأثر في الام ازاي، انت جربتي لما شفتي ابنك الحبيب مطلوب نرجوكي عشان خاطر ابنك المطلوب نرجوكي اشفعي من اجلنا ادخل ماء ولا تفر. كتير قوي معجزات الشفاء اللي عملتها العذراء لا تقع تحت حد من اغنياء والفقراء الجهال المتعلمين الكبار والصغيرين. في السعيد عندنا كان في كنيسه بتدينا العذراء، في راجل غلبان قوي بيشتغل حمار. حمار يعني ايه؟ لا حمار حط عليه ثوب ينقل بيه الحمار ده هو كل راس ماله. يعني زمان يكسب له مثلا نص جنيه في اليوم، دي حاجه كبيره قوي. نص جنيه في اليوم ده ثلاث مثلا 50 او 55، ده كبير قوي ده الاجر ده في اليوم. فجه الراجل الحمار ده هو ماشي كده بوسه دخلت في العين بتاع الحمار بتاعه. طب هو بص لعينه، كان حمار اتألم جدا بقى مش قادر يشتغل. الراجل ربط الحمار بقى مش قادر يشغله متألم عينه باظت. الراجل بسيط جدا فضل يقول يا عذراء اشفيل الحمار بتاعي، ما انت يا عذراء حنينة، ده انا مش معايا غير الحمار بتاعي ده، ولو تفوتيلي الحمار بتاعي انا هديلك بعشرة تاج شرع في الكنيسة بتاعتي. برضه كانت عشرة تاج دي حاجة كبيرة بالنسبة للراجل مكتبه في اليوم 30 قرش. وبيصلي بإيمان وبساطة وبدموع لأن رأس ماله كله في الحمار اللي معاه ده. وفيما هو نائم بالليل بس لقى له أشرف حواليه وزي ما تكون واحدة بتجيب رجليه بتقول له اصحى. فبيقول ايه مين؟ قالت له انا ام النور، انا عملت لك عين جديدة من الحمار بتاعك. استيقظ الراجل في نص الليل مش مصدق نفسه، ولع شمعة ودخل يشوف الحمار في الحظيرة لقى الحمار له ايه؟ عين جديدة له. يا سلام فرح قوي. اخد بعشرة تاج شمع وراح الكنيسة بتاعت العذراء اللي كانت بتديله وقال له انتظر العذراء عملت لي عين جديدة للحمار بتاعي. ده انت ليه تتعجب من معجزات العذراء؟ ده انت تتعجب من تواضع العذراء. يعني حتى الناس البسطة اللي بيطلبوا منها العذراء ما بتتكلش عليها. ما هي ما تتكبرش يعني، ما هي ابنها اتولد في مزود بقر. يعني يوم ولدت ابنها العظيم المجيد ده كان في جنبها حمار وبقرة وجاموسة ولعبة، يعني انسانة بسيطة. تتصور ان العذراء بالرغم من المجد الذي وصلت اليه في هذه الصورة
التي لم يصل اليها لا انسان ولا مخلوق طلائع. تصور ان العذراء ولدة الاله هي لا زالت متواضعة جدا جدا، وبتسمع لأي واحد من ابناء المسيح يطلب منها طلب. كتير قوي معجزات شفاء، كتير جدا جدا. وعلى رأي بولس الرسول لما بيقول يعوزني الوقت ان اخبرك، ده انا عايز احكي بقى، عوزني كذا سنة مش كذا شهر عشان اقول، ده التاريخ كله مليان. لو كل واحد قال العبر عنه معاه ايه، عايزين الاف المجلدات. وبعد ده كله يجي ناس يقولوا العبرة ملهاش شفاعة. الله، امال ايه الاختبارات العظيمة دي كلها اللي بيختبروها ولاد ربنا سنين وسنين؟ ايه الاختبارات دي كلها كانت ايه؟ اوهام. ليس على كده ظهورات العذراء في الكنائس للعالم كله وصنع المعجزات لمرضى كثيرين مسيحيين وغير مسيحيين. القرن العشرين بتاعنا ده بس ظهرت فيه العذراء في بقاع العالم المختلفة اكثر من 300 مرة. ولعلكم شفتوا الفيلم الجميل منتج من استراليا لكن جوه لمصر، وبيوري لك الظهورات دي في كل العالم، وجايب من ضمنها الظهور في الزيتون هنا في مصر، في كل انحاء العالم حتى في اليابان ظهورات كثيره جدا مكتوبه بطلع معجزات وايات ومكتوبه برسائل بتقال للناس لها معنى كبير. ازاي بعد كده الانسان يقول ان العذراء ليس لها شفاعة؟ حاجة غريبة جدا. صدقوني اللي يقول كده زي واحد يقول الشمس ملهاش فايدة، يقول له يا عم الناس كلها بتزرع والشمس بتكبر الزرع، والناس كلها بترشي والشمس بتخلي عظمهم يشتد، والشمس بتقتل الميكروبات، وهو مطمن يقول الشمس ملهاش فايدة، مش همشي في الشمس، اقعد في الضلة. انت حر. اللي بيرفض شفاعة العذراء، مش عايز اقول العذراء بتعاقب، العذراء مليانة محبة ومليانة حلال، ولو في واحد بيتهكم عليها او بيقول ملهاش شفاعة ده مش هينقص من نجدها شيء، يعني المجد بتاعها ضخم جدا، لكن هو بيحرم نفسه، هو بيحرم نفسه. جرب مش بس شفاعة العذراء في حل المشاكل، ومش بس شفاعة العذراء في فتح أبواب الرزق وشفاء الأمراض، أنا عايز تجرب تشاهد بشفاعة العذراء في الحروب الروحية. جرب ان العذراء تتكلم من اجلك عشان الله يرفع عنك ضراوة الحرب الروحية. جرب ان العذراء تتكلم من اجلك عشان الله يديلك غلبة على الشهوات واللذات وحروب الجسد. جرب وشوف قد ايه العذراء شفاعتها قوية جدا في مجال الحروب الروحية. جرب لو قلبك انشغل بحد وسيطر عليه وصورة غريبة مسكت في قلبك وانت مش قادر تخرج من الصورة دي، وتقف تكتب قدام العذراء وتقول لها اشفعني اجلي علشان ابنك، ينزع من قلبي هذه الصورة ويحرر قلبي. وشوف قد ايه العذراء قوية جدا في شفاعتها خاصة في الامور الروحية، لانها تشتاق الى الطلاقنا، لانها ام المخلص. لعلكم كلكم بتعرفوا ان صورة العذراء دي دايما تلاقوا فيها العذراء لسه ايد المسيح. بيقولوا في التاريخ ان اللي رسم الصورة دي ما كانش رسمها كده، كان رسم العذراء كده مش لسه ايد المسيح. في يوم من الايام
دخل للكنيسة إنسان غلب من شهواته ولذاته، مش قادر أبدا أبدا مش قادر أبدا يغلب نفسه، إننا دايما مغلوب من جسده. فبدأ يبكي قدام العذراء بكاء مريض ويقول لها أرجوكي اشفعني لأجلي، أنا فشلت في نفسي، أنا مش قادر أتوب، أنا عارف الغلط بس مش قادر أتوب عنه، أرجوكي يا عذراء أرجوكي صلي من أجلي، أنا يئست من نفسي، أنا مش عارف أعمل إيه في نفسي، أنا خجلان من نفسي، أنا متضايق ومش قادر أعمل حاجة، أرجوكي أنت أم الإله اللي خلق البشرية كلها. بدأ يبكي يبكي بكى شديد. تكلمت واحدة الكنيسة بتقول القصة التاريخية دي إن العذراء وجهت وجهها للمسيح في الصورة عشان تكلمه، يعني بكت للمسيح علشان تشفع من أجل هذا الإنسان الخاطي. فالمسيح مد إيده علشان يضعها على شفتي أمه، يعني جايز يقول لها إيه؟ يعني ما تطلبيش من أجله لأنه ده وحش قوي. فالعذراء بدلتها الحلوة راحت مسكت إيده وقالت له لا، برضو أنت محب لجنس البشر وأنت مخلص وتقدر، برضو يا ابني حرره وخلصه. فالراجل وقت بيصلي شاف الحوار العجيب ده، وبعدين العذراء بصت للراجل وقالت له قبل جراحات المسيح فقدرها، فظهرت جراحات تقبل المسيح وجبينه مع انه طفل في الصورة، فراح قبل الجراحات بتاعة المسيح اللي في الصورة وخرج متهلما جدا من هذه الرؤية، ومن هذه اللحظة لم يعد ابدا يستعبد لخطاياه، انتصر انتصار عظيم. وبعدين جه الساهم بتاع الكنيسة لقى الصورة اتغيرت ولقى ايد المسيح لساها ايد العذراء، ولما سأل جال الراجل بعد فترة وحكى له الحكاية دي، فتخليدا لهذه المعجزة العجيبة بدأ الناس يتعودوا الفريقين انهم يرسموا العذراء لسه ايد المسيح بالصورة دي. انا عايز اقول لك جرب جرب انك تطلب من العذراء معونة روحية ضد الشهوات ضد النزوات ضد ميول القلب ضد تهورات الجسد. ده احنا بنقول ايتها العذراء الطاهرة تبدل ظل في السريع المعونة على عبدك، ابعدي امواج الافكار الرديئة عنك، والرب لمسه مريضة للصلاة والطهر لأنها استغرقت في صفات العميق، فإنتي أم القادرة يقين ومعينة والدة ينبوع الحياة ملك وإلهي يسوع المسيح رجائي. إحنا ما بنغلطش الغلطة اللي بيعطيها إخوتنا الكاثوليك وهي تأليه العذراء، ده غلط طبعا، العذراء إنسانة مخلوقة، وما بنقولش ان العذراء اتولدت بلا خطية، لا، العذراء اتولدت زي اي انسان، بنديها الكرامة بتاعتها ومقدارها، لكن مش بنغالي ونبالغ بطريقة مخطئة، لان العذراء قالت تعظم نفس الرب وتبتهج روحي ده الله مخلصي، اذا هي اعترفت انها محتاجة الى الخلاص وإنها محسوبة ضمن خطاها المحتاجين للصلاة. إحنا ما بنقولش إنها إله وما بنقولش إنها بلا خطية وما بنقولش إنها معصومة من الخطأ، ولو إن القديس أغسطينوس بيقول إنها ما أخطأتش أبدا من هي صغيرة، لكن مع هذا بنقول بسبب الخطية الجدية الموروثة من آدم وحواء برضه العذراء تبتشر إنها خاطئة ومحتاجة إلى الخلاص، لكن ما عملتش خطية كده يعني في حياتها زينا، ما تبدأ الحين تقول شكلها كما نظرت نظرة شريرة لا فكرت فكرة شريرة، لا، مفيش الكلام ده خالص خالص، هي نفسية جدا جدا جدا، ومع هذا بسبب إنها مولودة من الجنس البشري ما
ما نقدرش نقول انها بلا خطيه طبعا. ولكن المجد اللي وصلت اليه العذراء والكرامه اللي وصلت لها ضخمه جدا جدا. احنا لا بنبالغ بطريقه خاطئه لاهوتيا ولا نبقى جهال لدرجه ان نقول ان العذراء دي انسانه عاديه ما ملهاش شفاعه. ازاي؟ فالفكر الكاثوليكي اخذ اقصى اليمين، بقى فيه تنديد زائد، والفكر البروتستانتي اخذ اقصى الشمال. فلما الفكر البروتستانتي فكر معتدل يعطي العذراء كرامتها الفائقه لكن لا يؤلهها ولا يضيع كرامتها. والعذراء عندها وعي كبير قوي وسهلة. احنا بنقول ايه؟ عايز اقول لكم بردك في كتير خالص من المقاطعات الكاثوليكية محبوبة للعذراء. تقول لي ليه؟ اقول لك لان الشعب العادي هناك سهل من غير ما يسأل ولا يدرس ان العذراء دي والدة الاله ذات الكرامة العظيمة، بس مش بيقلها ولا بيقول ان مفيش خطية. ده السواد العام من الكاثوليك بيقولوا كده، انما في بعض المعلمين بتاع الكاثوليك هم اللي بيقولوا ان العذراء دي ولدت بلا خطية وبيقولوا الكلام ده. لا، الشعب العادي البسيط عارف ان العذراء دي انسانة عادية لكن اخذت مجد عظيم ان الابن حمل فيها، وفاهم مجد العذراء زي ما الاسوقت فاهمين كده. عشان كده العذراء بتتراءى كتير قوي للناس هناك، وبتحب كتير قوي تظهر في كنائس لاطفال وناس بسطاء، لان الاخطاء اللاهوتيه مش واقع فيها غير الدارس الكبار بتوع الدراسات اللاهوتيه، انما البسطاء فاهمين اللي احنا فاهمينه هنا في الاسوقت يعني. عشان كده العذراء بتتراءى كتير لاطفال كثيرين، تتكلم غريزات لآلات كثيرين في كل أنحاء العالم. في كتاب حلو قوي أتمنى إنكم كلكم تقروه، اسمه تاريخ الدور المحرك. التاريخ ده بيذكر حاجات جات في التقليد، حاجات جميلة جدا. بيذكر إيه؟ في سلسلة دور المحرك اللي هي في القبطية في محافظة أسيوط، السلسلة دي موجودة في وسط أرض مصر بالظبط، وهي دي السلسلة اللي سلمت النبوة اللي بتقول ويكون الرب المذبح في وسط أرض مصر. السلسلة دي هي عبارة عن المغارة اللي استخبى فيها المسيح والعذراء ويوسف النجار، والحجر بتاع المذبح في السلسلة دي هو الحجر اللي كانوا بيغطوا بيه باب المغاره. وبيسموا الكنيسه دي القدس الثانيه لانها اكثر مكان مكثت فيه العذراء وابنها مع يوسف النجار. وبعد سنوات طويله جه احد البطاركه يدشن هذه الكنيسه، وكان معاه كم اسقف، وبعدين وهو نايم بالليل عشان يصحى الصبح بدري يعمل التدشين تراءت له العذراء والدة الاله وقالت له جاي ليه؟ قال لها جاي علشان ادشن الكنيسه الاثريه بتاعتك. قالت له هتدشن الكنيسه دي؟ الكنيسه مدشنه ومقدسه، ده الهيكل ده ابني كان بيلعب فيه، والحجر ده ياما ابني مسكه بايده وكنا بنغطي بيه باب المغاره. الكنيسه مدشنه ومباركه، انت تصلي تاخد منها بركه مش تدينها. وانا هقول لك كمان على الرحله بتاعتنا من اول ما طلعنا من بيت لحم هربين لغايه ما وصلنا الى هذا المكان، وقصت العذراء التحرك الجغرافي من العائله المقدسه من بيت لحم حتى دير المحرر حتى القصية. وهذه هي الوثيقة الوحيدة التاريخية اللي موجودة عندنا اللي بتقول لنا تحركات العائلة المقدسة، راحوا فين وجوا فين ودخلوا فين وقعدوا فين.
هي دي الوسيطة الوحيدة اللي احنا نعرف منها تحرك العائلة المقدسة التي ذكرتها العذراء والدة الاله للباب البطار. وفي هذا الدير تحدث معجزات كثيرة جدا واشفية وعجائب بسبب عظمة وقداسة المكان، وتمتلئ مخازن هذا الدير بالبركات باستمرار، لان هذا المكان عام المسيح وامه ويوسف النجار. مدفون هناك يوسي، بس مش معروف مدفون فين. يوسي ده كان احد اقارب العذراء اللي جري ووصل لارض مصر وقال لهم يوسف النجار بيدور عليكم. فقالوا انت تعبت، فالمسيح صوبت وها قال له يعني نام عليها انت تعبت تريح. فلما نام مات، فدفن هناك في الدير، بس محدش عارف ما كانت. فقضت العذراء في هذا الدير اجمل ايامها حينما كان المسيح ينمو، كان سنه 30 ونص. او يعني من 30 ونص ل3 سنين، وكان لسه بيجب بيتعلم يمشي. وللعذراء احلى الذكريات في هذا المكان. وحكت العذراء حكايات عجيبه للبابا ما كانش يعرفها حد ابدا، ولكن البابا دولها في هذا الممر. وقالت انه بعد ما المسيح صعد للسماء، جم بعض اليهود تهكموا على العذراء وقالوا عليها كلام صعب وكلام وحش، وقالوا عليها انها تزوجت يوسف النجار، وقالوا عليها كلام لا يليق. فتألمت العذراء جدا جدا من بني جنسها، وجاز في نفسها سيف. وبعدين وهي حزينة قوي، كان المسيح صعب للسماء، كلام ده بعد صعود المسيح بفترة. فتراءى لها المسيح وقال لها ايه يا ام مالك؟ قالت له اليهود بيقولوا لي كلام مؤلم قوي وانا متألمة جدا. قال لها طيب تعالي افتحك في المكان انت بتحبيه، ليه ذكريات حلوه معاكي. فخطفها على سحابه وذهب بها الى هذا الدير اللي هو دير المحرقه، واستدعى ارواح التلاميذ والرسل فجاءت هناك، وكان معاهم رئيس الملائكه ميخائيل ورئيس الملائكه جبرائيل. وابدا المسيح يعزي امه انها فاكره يا امي لما انا كنت طفل صغير في الحته دي، وازاي كنت بتمسكيني وازاي كنت بتمشيني. فبدت العذراء تتعزى، وبارك الرب المكان ده وقال ان المكان ده يبقى فيه قداسات باستمرار ويبقى فيه بركه الى نهايه الايام. الكلام ده كله تقدروا تتمتعوا بيه في كتاب دير المحره. الكتاب ده كتاب بيروي هذه القصص التاريخيه. يا احبائي، في تاريخ، لازم الانسان يدرس التاريخ، والعذراء لها تاريخ مجيد جدا في الكنيسه بتاعتنا، ولعل كل واحد منا له تاريخ خاص معاه. انا شخصيا في حاجات كتير خالص لم تكن كل البركات يعني اللي في حياتي جات من العذراء، بس ما احبش احكي علشان الناس ما يقولوش ايه ده بيتفاخر وبيكذب علينا وكده. لكن صدقوني لو حكيتلكم حكايات عن حاجات عملتها العذراء معايا، يعني تستغربوا وتستعجبوا. بس الواحد طبعا المفروض ما يتكلمش عن نفسه، لان الواحد لما بيحكي حاجه الناس على طول يقولوا ده عليه ده كويس، مش يقولوا مثلا ده يعني مثلا العذراء بقت مع، لا يقولوا عليه ده كويس. لكن احكي لكم مثلا حاجه بسيطه. انا من النوع اللي ما يحبش المذاكره ابدا، دي حاجه طبعا وحشه قوي. كنت احب يعني المذاكره دي زي ما حطني على المكتب زي كنت دي علقه. بعدين ما جيت ثانويه عامه، ما خدت الكتب بتوعي ورحت ذاكرت في كنيسه للعذراء. يا عذراء افتحي نفسك بالمذاكره بقى يا عذراء. وبعدين جيت في ليله حلمت ان العذراء تتفقد الكنيسه بتاعتها، وفتحت الباب كده وقعدت راسي ماشي وراها بخشوع،
ولابسه لبس ابيض كده جميل قوي وانا قاعد في الاوضه كده رصيت كده قالت لي ذاكر وجاهد كده ذاكر وجاهد. الكلمه دي كان لها سلطان عجيب عليا غريب يعني. بعد هذه الكلمة كنت التهم الكتب انتهال. حاجة عجيبة مش ممكن مش مصدق نفسي. اسهر كل الليل لغاية ما بابا الله يرحمه يا ابني قوم انت كده. الكتب حلوة، الرياضة حلوة، الانجليزي حلو، العربي حلو. ايه ده؟ ايه ايه اللي جرالي؟ مش عارف ايه اللي جرالي. وجبت مجموع كبير قوي ودخلت كلية. تاني ما دخلت كلية ادور على النصاب ده اللي كان اتريها عايزة تديني ايه شغلة علشان تدخلني في الكلية. عجب يعني الكلمة بتاعت جاهد وذاكر فيها قوة خلتني احب الكتب دي. احدى الحاجات يعني لما في حاجات كتير تانية ما اقدرش اقولها يعني. شوفوا قد ايه وانا متأكد يعني كلامي بقولكم مش ببالغ فيه لان بعد ما دخلت الكلية احاول استرجع شيء من النصاب مفيش. اتاري هي سخلة علشان هي عايزة تديني مجموع كبير وحاجات كتير وكتير تاني. في كل حياة اولاد الله تمائل العذراء الاوادي البيضاء والشفاعة العظيمة. في واحد بيسأل سؤال بيقول